شركتي زي ما انتم شفتوا، ورئيس الشركه محمد زكي فوزي قبضت عليه الرقابه الاداريه وهو بيستلم 40,000 جنيه من مجموع 1,000,000 جنيه. محمد زكي فوزي معروف انه لص، وكل اللي في الكوك وكل اللي في الحديد والصلب وكل اللي في التبين يعرفوا ده كويس قوي. ومعروف انه كان بيدي صفقات على حساب الشركه لاخرين، ومعروف انه كان دايما بيلعب من تحت الترابيزه. وكرئيس قطاع تجاري، مين اللي جابه؟ اللي جابه الدكتور مدحت نافع رئيس الشركه القبضه، هو اللي جابه، وهو اللي غير 5 رؤساء شركات شركه حديد والصلب في حوالي سنه. ما انت كنت عارفه بقى النهارده، بعد ما شلت جمال الشعشاعي، مرجع جمال الشعشاعي تاني، وده راجل محترم الحقيقه. طب شلت ليه؟ طب جبت ده ليه وانت عارف؟ والرقابه الاداريه حذرت من هذا الشخص. اذا انت بتأيد مين وبتدفع مين؟ انت النهارده واخد موقف لتصفيه الحديد والصلب، وبتطلع تقارير كاذبه وادعاءات. للاسف كنت سببا في اغلاق الشركه القوميه للاسمنت، والنهارده عايز تغلق الحديد والصلب. انا احذر من مدحت نافع وما يقوم به، وعلى الجهات المعنيه ان تتحرك وان تتخذ موقف. وبقول لوزير قطاع الاعمال، هو بيورطك، وشركاتنا الكبرى شركاتنا الوطنيه، حذاري من اغلاق. انت عايز تغلق الحديد والصلب؟ عايز تدمر تاريخ مصر الجميل الرائع الوطني؟ انت ما تعرفش العمال دول عملوا ايه. انا بسال وزير قطاع الاعمال، كم مره رحت الحديد والصلب؟ ولا مره. بتطلع قرارات علي اساس، وبتبشرونا كل يوم باغلاق الحديد والصلب ازاي؟ اذا كانت الجمعيه العموميه رفضت الاغلاق، انتوا بتتحدوا مين؟ بتتحدوا شعب مصر؟ ابدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال نطور الشركات، انما خسر خسر خسر. انت كنت وراء ان الكوك المرتشي ده ما يديش كوك للحديد والصلب لفتره طويله من الوقت. لكل ذلك انا بطالب بمحاسبتك انت، من هنا بطالب بمحاسبتك انت، لانك انت سبب فيما نحن فيه الان. والتاريخ لن يرحمك يا مدحت نافع، ابدا لن يرحمك. الكلام ده من 24 ديسمبر 2019، 24 ديسمبر 2019، يعني مضى عليه اكثر من عام. كنت بحذر وبقول، وعايز اقول لكم، ما احنا يعني احنا يهمنا مصلحه الوطن، احنا ما يهمناش شمال ولا يمين، احنا موجودين هنا عشان نعبر عن الناس ونتكلم بصوت الناس. ولما الناس تفقد فينا الثقه، هتفقد في الثقه في اشياء كثيره. واحنا مع شخص، مع قائد بيمضي الى الامام، احنا عايزين نبقى وراه وعنينا في كل حته. ادي الرقابه الاداريه هي، باعتراف الوزير للاهرام يوم 5 يناير، ان الرقابه الاداريه هي اللي وقفت مدحت نافع لوجود مخالفات. طب ما كنتوش بتسمعوا كلامنا ليه لما كنا بنقول؟ طب هل تثقوا في ده في تقييمه للحديد والصلب؟ الا يدعوك ذلك الامر يا سياده الرئيس، او قصدي يا سياده الوزير، رئيس الحقيقه على عنا وعلى راسنا وبيتابع كل حاجه. يا سيادة الوزير، أنا أدعوك هذا الأمر، إنك توقف عقد الجمعية العمومية المدعوة للاجتماع يوم 11 في الشهر الحالي، يعني يوم الاثنين، عشان تقول لنا قال إيه مصير الشركة، هيبقى إيه؟ عاوزين يفصلوا المناجم عن المحاجر، إزاي؟ معرفش. وكمان في اللي بيقول وقف نشاط الشركة، طب إزاي؟ على أي أساس؟ مين إداكم هذا التفويض؟ فين مشروع التطوير؟ فين ال 200,000,000 جنيه اللي دفعت للتطوير؟ الكلام ده ما ينفعش. والله العظيم يجب محاسبه الاخ مدحت نافع وكل من تسبب في اللي احنا واصلين اليه. لابد من مراجعه كل مسؤول كبير ام صغر. المال ده كل قرش بندفعه من دم العمال ومن دم البلد دي. مش هنقعد نجرب. مش هجيب واحد يقعد يخرب لي الشركه وبعدين الرقابه الاداريه تعترض على التجديد لي، لأنه ارتكب مخالفات. ومش أنا اللي بقول ده، اللي بيقول ده السيد وزير قطاع الأعمال. اللي بيحصل دي مش توجيهات الرئيس أبدا. الرئيس بيطالب بالحفاظ على الشركات العامة، الرئيس بيطالب بالصناعة الوطنية والاهتمام بيها. شوفوا يا فندم، شوفوا وزارة النقل نهضت إزاي، شوفوا الوزير كامل الوزير عمل فيها إيه، قلبها رأسا على عقب.
قلبها رأسا على عقب عشان يمضي إلى الأمام. وبقت وزارة النقل بتقوم وبتقوم بكل قوة وبتمضي إلى الأمام. طيب النهاردة بشوف الأزمات اللي بتصطنع. أنا بطالب السيد الدكتور رئيس الوزراء بأن يصدر قرارا بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية، وبحمل كل عضو في الجمعية العمومية مسألة هدم هذا الصرح الوطني. ما ينفعش يا جمعية عمومية يا عمال مصر تهدموا بأيديكم شركة تمتلك من الإمكانيات والأراضي اللي يخليها تقوم. ما إذا كنا عايزين دروس يا جماعة وعايزين دروس تعالوا نروح لشركات خاصة ونعرف قامت إزاي، لكن إحنا عندنا الإمكانيات بس عايزين اللي يبص علينا وعايزين اللي يقف معانا بقلبه وعايزين اللي يحس بعمال مصر. عمال مصر دول جوهرة نهتم بيهم ونقف معاهم ونشوف ازاي نرقى بمستواهم الاقتصادي ومستواهم الاجتماعي. انما مش كل يوم تطلع لي مش عارف لائحة ايه دمر يا جدع، مش عارف ايه المنتدبين واعمل مش عارف ايه. لا، احنا بنطالب بان احنا نبص للغلابة زي ما قال سيادة الرئيس اكتر من مرة. وهنا المسألة كل واحد بياخدها بمزاجه، كل واحد بياخدها بطريقته. فين الوظيفة الاجتماعية لرأس المال؟ فين الناس اللي تقدر تعمل لها حتى من القطاع الخاص؟ احنا محتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض لان احنا بنواجه مشاكل كبيرة، ومش هنترك رئيس الدولة لوحده يشتغل. كلنا لازم نشتغل، واللي اشتغل بقلب قوي. هو مش رئيس الدولة برضو اللي قال مرة اللي خايف يمضي امضي بداله؟ ليه قالها؟ قالها لان في ايدي مرتعشة. احنا مش عايزين ايدي مرتعشة، احنا عايزين الناس تفوت في الحديد تشتغل. بس هي بتشتغل لازم يبقى عينها على الشعب، البعد الاجتماعي للدولة. ما تقعدش انت تعبس وده تطلع لي مظاهرة في السماد وده يعمل لي مش عارف ايه وايه بسبب هذه التصرفات. لا، احنا مش عايزين احتقان في البلد، عايزين نلم بلدنا ونقف ورا القيادة السياسية وندافع عن منطلقاتنا وثوابتنا ونتحدى معاه زي ما قال هو في يوم من الايام. الجبهة الداخلية تبقى قوية، أحارب العالم كله. وأنا بقول له إحنا معاك يا ريس، والمجلس القادم بإذن الله من استجوابات وطلبات إحاطة عشان نفتح كل الملفات، وأي حد بيتجاوز ولا يقف ولا يقوم بالمهمة المكلف بها لازم مجلس النواب يتكلم ويعبر عن الشعب ده ويعبر عن الناس دي ويعبر عن الغلابة ويعبر عن الطبقة المتوسطة ويقاوم أي فساد وأي انحراف. ده مهم جدا عشان سلامة الدولة وعشان السلام الاجتماعي في البلد وعشان بلدنا تعدي للأمام. فاصل ثم نعود لنكمل معكم بقية الفقرات.